مساء الخير على حضراتكم، واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج هنا والشيف. منورنا النهارده في الاستوديو الشيف الجميله غاده كمال. اهلا بيك يا شيف. اهلا بيك يا حبيبتي. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كل سنه تمام. وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي. عامله لنا ايه بقى النهارده؟ النهارده عامله لكم حمام محشي فريك، الله، بس بخلطه جديده شويه مختلفه، بطريقه غير التقليديه. غير تمام. التقليديه خالص، بالزبيب والقرف. دي جديده دي. نبدا مع بعض. وعامله لنا ايه تاني؟ وعامله لكم من نفس الفريك اللي هنحشي بيه الحمام، هنعمل طاجن فريك بس بالكبد والقوانص بتاعت الحمام. طاجن من نفسه هو الفريك بس نعمله بطريقه ثانيه. اوكي. ومعانا الصنف الثالث ايه؟ الصنف الثالث معانا فاتت بتنجان. حلو قوي. هنبدا دلوقتي بايه؟ هنبدا دلوقتي نحضر الخلطه بتاعت الحمام الفريك عشان نحشي بيها. هنبدا نعمل الحمام في الاول. طيب نقول لهم بقى مقادير الحمام كده يا شيف. 2 حمامه. أيوة. كوب فريك، بصله مفرومه مع فلفل احمر، 1 طماطم صغيره، فلفل اسود وملح، بهارات قرفه، ورق لوري، زبيب. تمام كده. أيوة. اوكي اتفضل. اول حاجه هنعملها هناخد البصله المفرومه بالفلفل والطماطم. تمام. هنشوحها بالزبده والزيت على النار كده. على النار. الحركه دي بقى بتدي طعم حلو قوي، ودي ريحة فجأة. بتدي ريحة. الزيت ده زيت زيتون ولا زيت عادي؟ لا لا زيت عادي. بس هو الطماطم مفرومة ولا انا متهيألي؟ لا الطماطم مع البصلة مفرومة هي والفلفل الألوان. اوكي. احنا قلنا ايه؟ بصلة وطماطماية. بصلة وطماطماية وفلفل أحمر. دول يكفوا قد ايه؟ يحشوا قد ايه؟ دولك هيكفوا نحشي بيهم الحمامتين. حمامتين. وفي نفس الوقت انا مزوده الكميه شويه عشان خاطر نعمل الطاجن في الفرن. تمام. هنديها تشويحه بسيطه كده. انا روايح دي بتتعبني جدا. واحنا صايمين بقى. ايوه يعني. بعد كده هنحط رشه فلفل اسود عليه. ودي بقى يا شيف لو احنا عندنا اكل من امبارح او اكل مثلا عزومه كبيره نستغله ازاي؟ مش عايزين برضو الاكل يترمي، يعني ممكن تاني يوم نعمل ايه؟ لا طبعا طبعا ما بيترميش. حرام. الاولاد مثلا نغلفه ونحفظه بطريقه كويسه انها تحافظ عليه، نخليه فريش برضو في التلاجة. في الفريزر مثلا او حاجه. لو ناخد على مثلا لو هناكل منه تاني يوم ممكن نخلي على قد الاكله بتاعه تاني يوم ونشيل الباقي. ونشيل الباقي في الفريزر. ونسخنه للاولاد بيبقى صغير. لو رومي او حاجه يتشال عادي. يعني أوه. العزومات الكبيره اللي احنا بنعملها كميه اكل كتير قوي بتترمي يعني، فحرام. لا حرام طبعا. وفي حركه يعني في حاجه كويسه قوي ممكن نعملها ان احنا طبعا في شهر الخير نطلعها. ممكن ان احنا نطلعها. ايوه بالظبط. كل واحد في مكانه. لو فعلا الولاد مش هيرضوا ياكلوه تاني. الزبيب مش بيتحمص لوحده الاول؟ لا لا انا بشوحه مع البصله والفلفل الالوان. ايوه. هو فلفل احمر بس اللي ظاهر، في اخضر ولا لا؟ لا لا هو فلفل احمر بس. فلفل احمر بس عشان يدينا نفس اللون. بس زبيب وقرفه في خلطه الفريك دي جديده برضو. هي خلطه جديده شويه بس طعمها لذيذ قوي. تسلم ايدك. احنا معانا تليفون. معانا تليفون. الو يارا. ايوه. مساء الفل عليكي يا يارا. نور. ازي حضرتك؟ اهلا بيكي يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه. قولي لنا بقى متابعينا ولا ايه؟ متابعاك ومتابعه الشيف الجميله شيف غاده. ربنا يخليكي. شيف غاده شيف الايفنتات، مشهوره بشيف الايفنتات شيف غاده. ربنا يخليكي. اهلا يا يارا. ازيك؟ منوره. ده نورك يا حبيبه قلبي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. في اي سؤال للشيف يا يارا؟ انا بس حابه ان انا ابدي اعجابي بيها لان انا متابعاها. حبيبتي ربنا يخليكي. جمهورك بقى يا شيف غاده. يا حبيبتي ميرسي. وكمان متابعه على اليوتيوب بتاعها وبستفاد منه جدا. الحمد لله. كذا حاجه. جربتي حاجات من اللي هي بتعملها؟ اكيد طبعا. جربتي ايه بقى يا يارا؟ حاجات تحفه يعني. حبيبتي ميرسي جدا ليكي يا يارا. وتابعينا بقى النهارده، شوفي الحمام بالفريك بالزبيب وبالقرفه ده جديد عليا انا بالنسبه لي. فتابعينا بقى، احنا لسه بدري اهو، تقدري تجربي النهارده الاكل ده. ميرسي يا يارا. باي. متابعينك بقى يا شيف، انت عامله قلبان على الفيسبوك. لا الحمد لله. الصفحه بتاعت حضرتك يعني ما شاء الله.
ومشهوره كمان بالايفنتات الكبيره اللي بتتعمل. يعني انا دخلت الصفحه عند حضرتك وشفت ايفنتات كبيره جدا. يا ريت لو تعرضوا لنا صور من صور الايفنتات. مخرجنا العظيم استاذ نصر، احنا كده عملنا ايه؟ احنا حطينا الخلطه اللي احنا عملناها بالبصل، حطيناها على الفريك. احنا الصور اهي على الشاشه. تجنن، تسلم ايدك. تسلم يا حبيبتي. ده شغلي بقى، انا بحب قوي ان انا اعمل السيت اب بتاع الايفنتات بتاع الحفلات. بيبقى بالمنظر دوت، بيبقى منظر ظريف وبحب قوي شيك قوي. لا طريقه التقديم كمان حبيبتي. هو ده ايه ده؟ صوابع موتزاريلا. حاجات ده ركن الابيتايزر. عباره عن السمبوسك وتشيكن رولز وسبرينج رولز برضو. عايزين بقى المره الجايه نجرب بقى الحاجات دي. اكيد اكيد طبعا. احنا عملنا ايه دلوقتي؟ دلوقتي قلبنا الفريك بالخلطه بتاعه البصل والفلفل. هو الفريك احنا نقعناه او حاجه؟ انا لازم انقعه. قد ايه فريك؟ يعني دلوقتي كوبايتين. انا حاطه كوبايتين بس. هستخدم لحشوه الحمام كوبايه واحده بس. تمام. والباقي هستخدمه للطاجن. هتعمليه فكره تانية كطاجن. كطاجن في الفرن بيبقى طعمه لذيذ قوي وظريف. هنحط بقى التوابل بتاعتنا. معلقه ملح. وهنحط فلفل اسود. استاذنك تشيلي الزيت من قدام الكاميرا. أوكي. تمام. معلقه فلفل اسود. ايوه. والحاجه المختلفه وبهارات. بقى وهي القرفه. وبهارات برضو يعني ربع معلقه بهارات مش كتير. والحاجه بقى اللي هتدينا الطعم المختلف خالص عن اي خلطه تانية القرفه. هي القرف والزبيب برضو. بس في ناس كتير مش بتحب طعم الزبيب، يعني حتى في الحاجات الحلوه بتلاقينا كده بنشيل الزبيب. هو فعلا انا جوزي عن نفسه ما بيحبش الزبيب وما بيحبش الخلطه كمان، بس حب الخلطه دي قوي منه. لا هو ممكن في الاكل يبقى مش باين، يعني يبقى مش باين هو زبيب. أيوة. غير الحلويات احنا بنبقى شايفينه، ففي الخلطه دي احنا ممكن ما نبقاش شايفينه بالظبط. حاسين بالطعم الماكس كده، يديكي طعم حلو قوي ده. احنا معانا المقادير على الشاشه يا جماعه. 2 حمام، كوب فريك، بصله مفرومه، 1 طماطم، فلفل اسود، ملح، بهارات، قرفه، حبهان، ورق لوري، زبيب. ايوه دي المقادير بتاعه الحمام بالفريك، اللي طبعا بطريقه مختلفه من الشيف الجميله غاده كمال. دلوقتي بقى عشان خاطر نحشي بقى الحمام. اول خطوه قبل ما نحشي طبعا خطوه التنظيف بتاعه الحمام. لازم انا كنت هقول لحضرتك سؤال كده يعني ذكي شويه. هو الحمام ده بيتسلي الاول ولا بتحشي الاول؟ لا بيتحشي الاول. بيتحشي بعد كده. اوكي. أيوة طيب. عشان انا شاطره في المطبخ جدا. لا باين. تمام اتفضلي. احنا بننضفه طبعا كويس بالليمون. بعد كده لازم نفصل الجلد عشان عن عشان يبقى فيه سبيس كده، يبقى فيه سبيس ان احنا نحط فيها الحشوه من هنا. من هنا وبالنسبه برضو من عند الرقبه برضو. هو بيتنضف زي الفراخ العاديه يعني؟ هو تنظيفه سهل جدا ولا مش محتاج؟ لا على فكره الحمام ما بيبقاش زفر زي بقيه الطيور. بالعكس عندي مشكله في الغسيل بتاع الفراخ يعني ما بحتاجش. سهل جدا. بندخل كده اهوت هنا بالمعلقه. اوكي. وبعد كده احنا معانا تليفون بنحشي برضو من فوق. الو رأفت. الو رفاء. مين؟ رفاء. اهلا بيكي. صباح الخير، كل سنه وانتم طيبين. صباح الفل عليكي، اخبارك؟ انت لسه نايمه ولا ايه؟ لا لا خالص. في اكل هيتعمل النهارده ولا يعني ايه؟ مش هتفطري الاسره بتاعتك؟ لا لا ان شاء الله، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. الله اكرم. الله اكرم. الله اكرم يا حبيبتي. قولي لنا النهارده هتعملي افطار ايه؟ لسه مش عارفه، هشوف بقى مدام غدا كده. طب جربي بقى. ما تعرفناش بيكي. الو رأف صح؟ رفا. رفا رفا رفا. اهلا يا رفا. هما بيقولوا الاسم غلط يا رفا. برضو؟ ايوه ده من زمان على كده بقى، اكيد متعوده على رفا. اهلا يا رفا، ازيك يا حبيبتي؟ حبيبتي صباح الفل يا غالي. صباح الفل يا حبيبه قلبي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي، انا شهادتي مجروحه وغاده جدا. حبيبتي غاده يعني عن تجربه قلبي. ما شاء الله يعني من جمهورك برضو؟ برضو جدا
جدا. انت من جمهور الشيف غادة كمال؟ ايوه حبيبتي يا رفا حبيبتي. جربتي حاجه من اللي هي بتعملها؟ حاجات كتيره. لازم تدوقي الفطير المشتت اولا. الله بصي هي اللي دبستك هي اللي دبستك فهتعملي لنا الفطير يا شيف غادة. من عينيا والله من عينيا. لا ما شاء الله نفسها جامد قوي وحلوه قوي حبيبتي يا روفي حبيبتي يا رفا. لازم بصي تدوقي كل اكلاتها. تسلمي لي يا حبيبتي. هنجرب معايا هنشوف بقى النهارده. ابتدينا بالحمام كده وان شاء الله تبقى معانا في حلقات كتير. ما شاء الله انا هتبسط جدا. قولي لنا اخبار الصيام معاكي ايه؟ بتحبي تبقي معزومه ولا عازمه؟ لا يعني بحب الاثنين طبعا. كلنا بنحب نعزم نتعزم يعني. انا بحب اتعزم طبعاً. كل يوم يا جماعه انا بحب اتعزم كل يوم يعني لو حد عزمني كل يوم مش هقول لا. لا انا بصراحه يعني ممكن ما ابقاش شاطره زي غاده قوي بس بستمتع وانا بطبخ للناس اللي بحبها اصحابي اهلي يعني. ده حقيقي الاكل يا شيف غاده بيطلع كمان طعمه مختلف ولو انت عاملاه بحب يعني. بحب طبعا طبعا بالظبط. ده حقيقي. في اي استفسار يا رفا للشيف؟ حبيت بس اسالها على حاجه. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. كنت عايزه اسال على الاسكالوب بانيه ايه تركيته كده يعني عشان يفضل محافظ على اللون الحلو بتاعه وما يتحرقش؟ ان انا مثلا اسيبه يتبل قد ايه؟ طب احمره على نار عاليه ولا لا؟ وبس كده. بس تمام. كده تمام اوكي ميرسي يا جميله نورتينا. وتابعي البرنامج وتابعي شيف غاده. هجاوبك حالا هجاوبك حالا. الاسكالوب بانيه الاسكالوب هي احنا كده بنعمل ايه؟ احنا بنحشي عادي بالمعلقه. ليه بالمعلقه؟ يعني ما حضرتك لابسه مثلا جلافز ممكن بالايد ولا والله لا انا يعني انا عشان يعني مش عايزه اوسخ يعني ادخل ده على ده في دخان هنا كتير. ما احنا خلاص هنحط دلوقتي احنا ممكن نشيل الغطاء. شفتي انا بساعدك ازاي؟ برافو عليكي. الحمام بقى بيتقفل ازاي؟ ايوه صعبه جدا. لا مش صعبه خالص. هو ما بيتقفلش ولا بتحط يعني مش بتحطي له اي حاجه. هو بس بتدخلي الرجلين كده اهوت واحده كده والتانيه بالعكس بالطريقه دي. هو انا ليه شامه ريحه الخلطه؟ ايه رايك؟ لا البهارات مع الزبيب القرفه. ايه رايك لا في الريحه؟ قلبه ريحه الاستوديو. لا ريحته جميله يعني. اول مره اشوف خلطه من قبل ما يعمل يعني ما يحصل فيها حاجه تستوي وهي باين لها. عارفه ليه؟ عشان خاطر شوحناها على عشان كده في ريحه. بعد ما حشيناه كويس هنسلقه دلوقتي. هنسلقه هننزله في الميه. ما تحطيش حاجه في الميه؟ لا لسه هنحط بس بعد ما ننزل الحمام وبننضفه كده كويس عشان الفريك ما ينزلش في الحله. تسلم ايدك يا شيف. تسلمي يا حبيبتي. احنا لازم نجرب الفطير اللي الناس بتشكر فيه. لا لازم بجد لان الفطير فعلا الفطير مش اي حد بيعمله يعني. احنا متعودين اللي احنا بنجيبه مثلا من ريفيين او حاجه يعني. هو انا كل اصحابي اللي يعرفوا او كل حد يعرف ان انا بعمل فطير ما بيصدق. بيقولي معقوله انت بتعملي فطير؟ هو ليه دلوقتي كل فطير بقى بالزيت؟ دي حاجه مش لطيفه خالص. لا انا مش بعمله بالزيت خالص. هنحط هنا اهوت ورق لوري. ورق لوري اكننا بنسلق الفراخ عادي. وحبهان وفلفل اسود وبهارات. هو انا شامه ريحه عشان جعانه يمكن؟ انت شكلك جعانه. عايزين اللي عايز بقى يحط مستكه، اللي عاوز يحط اي بهارات حسب الرغبه يعني. حسب ما كل واحد متعود. تمام هنغطي. هنغطي بقى. ايوه اوكي. احنا معانا تليفون. اماني. ايوه صباح الخير. صباح الفل عليكي يا امان. اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا حبيبتي. منوره يا غاده. الشاشه كلها زي القمر حبيبتي. جميله جدا. تسلمي لي يا رب. تسلمي لي. ايه الحاجات الحلوه الجميله دي ما شاء الله. يا رب. ده جمهور. انا طبعا مجربه. انا عارفه كويس قوي الاكل الجميل الحلو ده. الشيف جايه بالجمهور بتاعك يا شيف كده. بتغطي علينا يا شيف كده. ما ينفعش. جايه بجمهورها. كل الاتصالات جمهورها. هي ما شاء الله ليها جمهور زي الفل يعني. ما شاء هي الله. ما شاء الله اكلها حلو جدا. جميله. طريقه تقديم الاكل كمان عندها مختلفه يعني. حتى جايبه الحاجات عالي جدا جدا في تقديم الاكل وفي ان هي تعمل لك برزنتيشن حلو كده. ما شاء الله جميله جدا. احنا شايفين الصور مبهورين يعني حبيبتي. نعم. يا امين احنا شايفين الصور ومبهورين بيها. بصراحه وانا كمان. ما شاء الله. قولي لنا في اي سؤال للشيف تحبي
حاجة تقولها لك؟ لا أنا مش عايزة أسألها أي حاجة، أنا عايزة أقول لها يعني أنت جميلة وأكلك جميل وجمالها ده يعني شايفينه في الأكل برضو، ربنا فما شاء الله عليها يعني. أنا حابة أن أنا بس يعني أشجعها وأقول لها أنت جميلة جدا وأكلك زي الفل. ميرسي جدا والتوفيق يا رب إن شاء الله يا دودو. ربنا يخليك يا حبيبتي. ميرسي. كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيبين. باي باي. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي هندخل بقى طاجن الفريك في الفرن. هو عباره بس يعني ايه طاجن الفريك؟ هو يعني هو احنا نفس المكونات اللي احنا حشينا بيها الحمام. تمام. بس انا شلت الكبد والقوانص بتاعه الحمام قطعتها كويس وشوحتها دنونو خالص دي وشوحتها برده بنفس البصله وهحطه على الطاجن. الله الله حرام عليكي، انا حاسه اني جعانه. انا بجد مش عارفه اشم من هنا ولا من هنا. الصدي ريحته مقلوبه. وهنقلبه كده بالكبد يعني الرز اللي فاض او الفريك بقى يا جماعه الفريك اللي فاض من الحمام بنحط عليه الكبد والقوانص وبندخله الفرن في طاجن وبنحطه في الفرن. تمام كده ايوه. بيقعد قد ايه في الفرن تقريبا؟ بيقعد مثلا نص ساعه. تمام. بس الاول قبل ما هندخله الفرن هنشربه بشوربه الحمام. تمام اوكي. هنحط له كبشتين ثلاثه كده اهوت. تمام. من شوربه الحمام وندخله الفرن. اوكي تمام. بس عايزين بقى نحط الشوربه بتاعه الحمام لسه ما عملتش شويه، ممكن نسيبها شويه. احنا نطلع الحمام بقى اللي معانا. نطلع الحمام. اوكي احنا حشيناه بقى خلاص، ورينا لهم الخطوات. نطلع أيوه. الحمام الجاهز عشان الناس تجوع اكتر. عذبينا اهو. حطها بقى قدام الكاميرا هناك هنا. اوكي احنا بس عايزين يعني الكاميرا تجيب الحاجات عشان تمام. ده هيبقى بالمنظر ده كده. الله ده اللي على الوش ده برتقال. يعني انا يا جماعه مش قادره اكمل الحلقه. انا بتكلم بجد فعلا حبيبتي. احنا صايمين يا شيف، حرام عليكي. معلش بقى. تسلم ايدك، شكله رائع. تسلمي تسلمي يا حبيبتي. البرتقال ده محطوط عليه حاجه حمراء مش عارفه ايه هي، دي شطه ولا ايه؟ لا لا هو البرتقال انا رش عليه اللي هو العصفر. حلو قوي. مع برده رشه سماء. انا بحب قوي طريقه التقديم عندي. حلو جدا. لا ما هي باينه في الايفنتات بتاعت حضرتك يعني. يا والصور اللي عرضناها كمان على الشاشه مختلفه. يعني لازم بحب اهتم قوي بالمظهر والشكل النهائي. لان زي ما بتقولي ايوه العين بتاكل. العين بتاكل قبل البق. بحب اهتم قوي قوي بالمظهر بتاع الشكل. تسلم ايدك. احنا الطاجن معانا حاجه جاهزه؟ الطاجن موجود معانا حاجه جاهزه اهو. الله احنا كده قدام بعض ولا الكاميرا نعمل ايه بس عشان الكاميرا تجيب؟ ممكن نحط يعني ده جنب ده هنا. الله تسلم ايدك. تسلمي. طريقه التقديم رائعه حبيبتي. وكده الطاجن بعد ما خرج من الفرن هو بياخد قد ايه في الفرن؟ نص ساعه، ما بياخدش كتير لاني انا ببقى نقعاه. مستوي اصلا يعني؟ مش مستوي. انا ببقى شوايه ولا الفرن أنا. نفسه لا يعني لا الفرن نفسه. ما نشغلش الشوايه عليه عشان ما يتحرقش. لا انا ما بحبش اشغل الشوايه عشان انا ما بحبش وشه يبقى غامق. يعني مش محتاجين ان وشه يبقى غامق. احنا بس بنديله يستوي كده في الفرن بطريقه ظريفه بحيث ان هو يبقى طري برده وما ينشفش. لو شغلنا الشوايه هينشف جامد من فوق. هينشف صح. اصل انا بقول كده يعني ماليش في الاكل بس بقول كده. طب هنبدا نعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي هنعمل فته البتنجان. الله نقول لهم طب المقادير كده. مقادير فتة البتنجان: 2 بتنجان مقطع مكعبات ومقلي في الزيت، عيش مقطع مكعبات ومقلي برضو في الزيت وكمية زيت كده كتير، وحمص، وأربع كوب زبادي، ملح، فلفل أسود وأبيض، ليمون، خل، زيت، لوز، فلفل أسود أو أبيض للتزيين. احنا معانا المقادير برضو على الهوا، نقولها تاني: بتنجان مقطع مكعبات، عيش مقطع مكعبات، حمص، أربع كوب زبادي، ملح، فلفل أسود، ليمون، خل، زيت، لوز، سماء للتزيين. ارجعوا لنا بقى يا جماعه كده. احنا هنا دلوقتي فتة البتنجان الباذنجان. دي مش فتة زبادي يعني ولا ما هي فتة الباذنجان دي بتبقى بالزبادي. بنعملها بصوص الزبادي. أوكي. دي انا متعلماها، انا كنت قاعده في الامارات. ايوه انت حضرتك عارفه بقى في الامارات في كذا جنسيات مختلفه. فانا كان ليا اصحاب كتير من كل دولاني، من سوريا، من العراق، فتعلمت من هنا اكله ومن هنا اكله. دي اكله ايه بقى؟
دي ممكن سوري وممكن لبناني، وبرضو العراقيين بيعملوها بطرق مختلفة، الأردنيين بيعملوها. دول بيعملوها. الخليج عموما يعني بتبقى كلها الفتة والكبسة والمقلوبة والحاجات أوه. دي يعني عشنا كتير مع الشيف غادة، مع الشيف هويدة هنا في الحاجات دي. أيوة بس برضو أنا بحب الحاجات المقلوبة دي، الخليجيين معروفين بكده. بس انا بتمكن فظيع يعني. طبعا بتبقى جميلة جدا، بتنزل زي ما هي، بتبقى جميلة جدا. هنا عشان نقلبها بناخد وقت عشان مش متعودين عليها. احنا دلوقتي هنعمل اول العيش. حاجة هنعملها العيش، احنا منحمصينه، ممكن تحمصوه في الفرن بس انا بحب اقليه في الزيت. مش قلي يعني، هما نقطتين زيت صح ولا لا؟ لا زيت غزير. زيت غزير. اه شكرا شكرا. بتضيعينا كل حاجة بنقول عليها من اول البرنامج. في اكلات ليها اصول فبحب اعملها بحذافيرها يعني. اوكي معي. لكن لو حابين ان انتوا تعملوه في الفرن مفيش مشكلة. اوكي. هو البتنجان متقطع صغير، البتنجان متقطع صغير ومقلي في الزيت. هنحطه بس كده بشكل حلو. يعني بتحط عليها رز ولا بتحط عليها رز؟ لا ممكن بقى الرز جنبه كده لوحدها، هي تعتبر من المقبلات. أوكي. يعني تاكليها جنبها رز، جنبها برضو معانا فريك. احنا بقى هنفتكس ونقوم حاطين عليها رز ابيض مثلا. ممكن. وبعد كده هنحط الحمص. لا الطبق ده شكله صعب جدا. الطبق ده خطير. اصعب من الحمام. الطبق ده شكله خطير. اصعب من الحمام. الحمص بيبقى مسلوق ولا؟ طبعا الحمص مسلوق. كده تنسي تقولي لهم ان الحمص يتسلق، دي خطوه برضو تتنسي. معلش. صايمه بقى. معلش كلنا صايمين وحضرتك بتعذبينا النهارده. بعد كده هنعمل مع بعض الصوص. هو عبارة عن فص ثوم مفروم كويس جدا، ومعلقة طحينة. ثوم وطحينة. طحينة دي جديدة بقى على الزبادي. وفلفل اسود ورشة ملح. بس كده؟ لا لسه. انا حسيت رشة ملح دي لو خلاص يعني الطبق خلص. بالنسبة بعد كده هنعصر بقى ليمون كتير. لازم تبقى مززه كده. هو البتنجان اصلا بيحب الليمون. هو هي محطوطه في زبادي؟ انا قلت زبادي. تمام قلت. لا انا اللي صايمه حضرتك. انا اللي شفت الطبق خلاص يعني. احنا حطينا قد ايه زبادي؟ حطيت 4 كوبايات زبادي صغيرين. تمام. لو لو كوبايه كبيره ممكن 3 كوبايات زبادي كبيره. الليمون بقى بيديها طعم حلو قوي. انا اعتقد الحمام كده بيبقى غلي ولا بياخد قد ايه وقت؟ بقى نوطي عليه شويه. اوكي. يعني الحمام بياخد وقت 1/3 ساعة بالكتير ويستوي. تمام. ومعلقه زيت. احنا حطينا 4 زبادي على الطحينه على الثوم على الفلفل الاسود والملح على الملح وليمون. تمام. وهنقلبهم. احنا معانا دقيقه. دقيقه واحده. خلاص. هنقلبهم كويس كده. تاني نقول لهم زبادي، ثوم، طحينة، ملح وفلفل. ملح وفلفل وليمون. ليمون كتير. وخل. تمام. حطينا زيت او حاجة؟ حطينا معلقة زيت. تمام. الله حرام عليك يا شيف، ليه بتعملي فينا كده؟ تسلم. بعمل حاجات حلوة. لا 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 شكله يجنن اصلا. بعد كده هنزوق بالخضرة. واللوز. اللوز ده احلى حاجة. ممكن نقطة سماق للتزيين. بس خلصنا.
يجنن. تسلم ايدك. احنا عايزين بقى نحط الطبق ده هنا كده مكان ال ايوه تمام. احنا مبسوطين جدا بوجود حضرتك النهارده معانا شيف غاده. أنا أسعد يا حبيبتي. وطبعا اتصالات كتير جايه لنا بس للاسف مش هنقدر ناخدها. كلهم معجبين بحضرتك وكلهم متابعين ليكي ومبسوطين بالحاجات اللي حضرتك قدمتها لنا، وعايزين بقى حاجات تانية كتير والفطير ان شاء الله في حلقه بس بعد رمضان ان شاء الله. نورتينا جدا وبنشكرك جدا، وان شاء الله نتقابل في حلقات تانية كتير. وحضرتك طيبه وحضرتك طيبه. ميرسي جدا ليكي. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهارده، نتمنى تكون نالت اعجاب حضراتكم. ان شاء الله نتقابل في حلقه قادمه. الى اللقاء. مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه مفيده معاكم خطوه بخطوه بطريقه بسيطه جديده. مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه مفيده معاكم خطوه بخطوه بطريقه بسيطه جديده. مطبخنا